إذن نشاط رئاسي مكثف من مدينة العلمين، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع القادة العرب في تلك المدينة التي شهدت تطورا ملحوظا خلال الفترة الماضية على كافة المستويات. ومن هناك ينضم إلينا مباشرة من مدينة العلمين الجديدة كريم بيبرس. كريم، يعني تضعنا في الصورة لديك أهم التفاصيل والأنشطة التي تحدث الآن في مدينة العلمين الجديدة. نعم، منذ أمس مدينة العلمين الجديدة ربما يعني هي على صفيح ساخن من كثرة الأحداث التي حدثت منذ أمس واليوم. نتحدث بالطبع عن هذا اللقاء الأخوي الخاص بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والأشقاء العرب ربما الذي تابعناه منذ أمس وحتى اليوم، وهذه الافتتاحات التي شاهدوها سويا بالأمس إما فندق ريجل هايتس أو حتى المرافق الخاصة بالماسة والعلمين الجديدة بشكل عام. تابعنا نحن بشكل خاص القناة الأولى في التلفزيون المصري آخر التطورات على أرض الواقع، سواء كانت الخاصة بالطرق وتطوير الطرق والكباري والطرق السريعة هنا في مدينة العلمين الجديدة، وأيضا المدن الخاصة مثل المدن التراثية، المدينة التراثية والمدينة الترفيهية، وأيضا لا ننسى الجانب الخاص وهو الجانب التعليمي مثل الجامعة الأهلية الدولية، جامعة العلمين الأهلية الدولية. وأنا متواجد الآن بالفعل داخل الجامعة الأهلية بالعلمين. هذه الجامعة ربما سميت جامعة العلمين الدولية لأنها لها ارتباطات أيضا بشهادات داخلية وأيضا ارتباطات بشهادات أجنبية. يحصل الخريج من هذه الجامعة على شهادة مزدوجة، شهادة مصرية وشهادة أجنبية. ولكن هنا أيضا داخل العلمين كان هناك اليوم جولة خاصة بالأهالي والطلاب خريجي الثانوية العامة داخل هذه الجامعة ليتعرفوا على الكليات والأقسام المتواجدة داخل الجامعة بشكل عام، ليختاروا الكلية الخاصة بهم، وأيضا أساليب القبول وآخر التطورات الخاصة بالمعامل ومدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب. هذه نقطة خاصة بالتعليم هنا من مدينة العلمين الجديدة. أيضا هناك الممشى السياحي، وهناك أيضا الشاطئ الخاص المجاني الذي توافد عليه المواطنين منذ صباح اليوم. ولكن الأهم اليوم كان هذا الحدث المهم جدا الخاص بمدينة العلمين الجديدة، وهو مهرجان سباق الهجن. هذا المهرجان الذي شارك فيه ما يقرب من 900 ناقة مختلفة من جميع محافظات الجمهورية، من محافظات الصعيد قنا وسوهاج، ومن محافظات الساحلية مطروح وشرم الشيخ وجنوب سيناء بشكل عام. شاركوا العديد من القبائل بالنقاط الخاصة بهم والجمال في هذا المهرجان، والذي جاء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات ليدعموا هذه الرياضة بشكل عام. هذا المهرجان، مهرجان الهجن في نسخته الثانية هنا في مدينة العلمين الجديدة، رصدنا هذا المهرجان وتحدثنا مع رواد المهرجان وهذا السباق، وتحدثوا عن أهميته بالنسبة لهم وكيف أثر عليهم اقتصاديا ورياضيا بشكل عام، وكيف طور من حياتهم حيث حسن من طبيعة النسل الخاص بالجمال بهم، الجمال الخاصة بهم عفوا، وهو أيضا ما رفع من سعر هذه الجمال، مما أضاف بالطبع بعض التطور في حياتهم الاقتصادية والاجتماعية بشكل أو بآخر، وساعد أيضا على فتح أبواب اقتصادية مختلفة ومجالات للتجارة بين المحافظات الخاصة بمسابقات الهجن والجمال بشكل عام. وأيضا وجود الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج لتشارك في هذا المهرجان ربما معتاد في إما النسخة السابقة في العلمين الجديدة أو النسخ سابقة في شرم الشيخ. تحدثوا أيضا عن أنها فتحت أبواب أيضا للتجارة مع الخليج والإمارات العربية المتحدة. هذه النقطة متعلقة بهذا المهرجان، مهرجان الهجن. هناك أيضا نقطة خاصة وهامة جدا اليوم، وهي فكرة المدن التي تم تطويرها على أرض الواقع، منها المدينة التراثية التي قاربت على الانتهاء. كنا في جولة خاصة أيضا داخل هذه المدينة ورصدنا آخر التطورات على أرض الواقع في المدينة التراثية، إما الخاصة بالمسجد أو خاصة حتى بالبلازا أو حتى خاصة بالمكتبة ودار الأوبرا. لذلك التطور ما زالت مستمرة. هذه المدينة التي كانت منذ 5 سنوات فقط صحراء جرداء وربما جزء كبير منها مليء بالألغام، بعد 5 سنوات قامت هذه المدينة لتصبح من أهم المدن الساحلية التي أصبحت قبلة رئيسة إما للمصريين أو حتى خارج المصريين، سواء كانوا أجانب من العرب الأشقاء أو حتى أجانب من أوروبا وغيرها، أصبحت قبلة رئيسية للسياحة بشكل عام. لذلك هذه أهم ربما الفعاليات التي حدثت. ولكن لابد أيضا أن نذكر عن أهم نتحدث
تتحدث أيضا عن أهمية اللقاء الأخوي الذي حدث بالأمس بين جمهورية مصر العربية والأشقاء العرب من العراق والبحرين والأردن. بالطبع هذا اللقاء الخاص الذي تناول بالطبع العديد من القضايا بشكل عام والافتتاحات هنا بالعلمين الجديدة، ولكن اليوم ودع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية السيد مصطفى القاذمي وهو رئيس وزراء العراق بعد هذه الجولة بالأمس، والتي يعني تحدثنا سابقا عن أهم محتوياتها، ودعه اليوم من مدينة العلمين الجديدة. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل لإطلالة المدينة العلمين الجديدة التي سوف تصبح مدينة يعني صالحة للسكن طوال العام بكل هذه الفعاليات والأنشطة السياحية والتعليمية. جزيل الشكر كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري من مدينة العلمين الجديدة.